السلام عليكم أيها الشعب السوري. الحقيقة كما تعلمون الآن نحن في المظاهرة التي أمام 10 داونينج ستريت، يعني حمزة الخطيب. نحن كثير الحقيقة منزعجين من قتله وبهذه الطريقة، ويعني نود أن نوجه أصابع الاتهام إلى آصف شوكت، لأن هو يعني تاريخه كما تعلم أنه تطوع في الكلية الحربية أواخر سنة 1976، وتخرج ضابط اختصاص مشاة سنة 1979، والتحق في الوحدات الخاصة، شارك في حوادث الصدام المسلح بين السلطة آنذاك والإخوان المسلمين، وكان يرأس سرية الاقتحام في الوحدات الخاصة في حوادث حماة الشهيرة، وقد شاركت هذه السرية في اقتحام المنازل في حي الحاضر، وقامت باعتقالات وتصفيات جسدية من أطفال وشيوخ ونساء. وهذا المعلومات يعني من فري سيريا، قرأناها من فساد آل حاكم مافيا سوريا الحديثة الحلقة 12 آصف شوكت، فهم كتب عنه هذه المعلومات أنه يعني يصفي جسديا أطفال وشيوخ ونساء. فهو يعني نتهمه بالنسبة لمقتل حمزة الخطيب، لأنه هو يعطي من هذه الأوامر. فأيضا عنده تاريخه، يعني من ناحية أنه يعني متهم في الماضي ب83، قام بعمليات خارج سوريا أثناء خدمته في سرية المداهمة. في تشرين الأول 1983 أصيب سفير الأردن في الهند وإيطاليا بجروح بعد هجوم بالأسلحة النارية. وفي تشرين الثاني 1983 قتل موظف أردني وأصيب آخر بجروح بليغة في أثينا. وفي 1983 أيضا قتل موظف بدرجة مستشار وجرح آخر في مدريد. وفي آذار 1984 انفجرت قنبلة خارج فندق عمان الدولي. وفي كانون الأول 1984 نجا القائم بالأعمال الأردني في أثينا بأعجوبة من الموت عندما تعطل مسدس المهاجم عن العمل فجأة. وفي نفس السنة أيضا قتل المستشار في السفارة الأردنية رميا بالرصاص في بوخارست. وآخر الاتهامات الموجهة لآصف شوكت في نيسان 85 هجوم على السفارة الأردنية في روما، وهجوم آخر تفجير مكتب الخطوط الجوية الأردنية عالية في مدريد، وأيضا قتل السكرتير الأول في السفارة الأردنية في أنقرة رميا بالرصاص. فهذه كل المعلومات من فري سيريا تتهم آصف شوكت بأنه يعني رجل دموي ويقتل، ومنذ 83 ومنذ 82 ومنذ أن كان يقتل في حماة، و تصفية جسدية من أطفال وشيوخ ونساء. والسؤال الآخر هو لماذا ينكل به هذا حمزة يعني بهذه الطريقة؟ هل هذه يعني إصلاحات بشار الأسد التي وعد بها السوريين خلال هذه الشهرين وإلغاء قانون الطوارئ؟ هل إلغاء قانون الطوارئ يؤدي إلى التنكيل بجسم حمزة وقطع ذكره ويقطع فرجه ويكسر رقبته ورصاصة في كبده ورصاصة في قلبه ورصاصة في يده وذراعه؟ يعني هذا الطفل قتلوه 8 مرات، هل يحتاج حمزة الخطيب أن يقتل 8 مرات؟ عمره 12 سنة، يعني أي نوع من التعذيب، أي نوع من الشذوذ الجنسي الذي عند الشبيحة والقوات الخاصة التي يقودها آصف شوكت وماهر الأسد؟ لا أعرف، يعني هم لماذا لا يعني الحقوا بيوت الدعارة التي كان يحميها عاطف نجيب، والأطفال الذي قطع أظافرهم وأصابعهم؟ يعني لماذا لا يركض وراء عاطف نجيب الذي هو سبب الفتنة الأساسية في سوريا؟ يعني لماذا لا يعاقب الناس الذين يهربون ويقتلون ويدمرون، و يعني الحدود مفتوحة وحماة الجمارك يهربون الأخضر واليابس؟ فيعني أليس هؤلاء أولى أن يلاحقوا من حمزة الخطيب هذا الطفل الصغير الذي هو مستقبلنا ومستقبل سوريا؟ يعني أنت يا بوطي كيف تقبل بهذا؟ تقول عن متظاهرين أنهم غير مصلين ولا يصلون ويستعملون المساجد للمظاهرات، ولا تتكلم أي كلمة عن عاطف نجيب وآصف شوكت وأمثالهم وحسن مخلوف وأياد مخلوف وغيرهم من عائلة مخلوف الذين ينشرون الفساد يعني والظلم في سوريا، ولا يتكلم شيء عن الشبيحة كيف يعتدون على بيوت الناس وعلى النساء والأطفال، يعني ولا تذكر تاريخ حماة يعني الدموي الذي يعني نكلوا بأهلها. 13 سوق تجاري دمر في حماة،
احياء 15 حي دمر باكمله يعني، والان انت تغطي كل هذه الامور، والان عندنا الاف يبوط ويحسون معذبين في السجون وينكل بهم. يعني هذا المدرس لماذا يجلد جلده؟ لماذا يسلخ جلده عن لحمه؟ هذا المدرس يفيد أهل درعا، يعلمهم الحساب واللغة العربية وأشياء تنفعهم في دنياهم ودينهم، لماذا يسلخ جلده عن لحمه؟ يعني أي حضارة، يعني السوريين وصلوا إلى الطرف الآخر في الأندلس وبنوا الجسور والقناطر ونشروا علوم الهندسة وعلوم الرياضيات والطب، والآن أصبحوا الآن السوريين في سوريا يسلخون جلد المدرس، يعني يسلخون جلده عن لحمه. يعني أي حضارة هي؟ أي سوري الأسد اللي تتكلمون عنها؟ يعني هل هناك ظلم بعد هذا الظلم؟ وإلى متى يعني يا بوطي ويا حسون تصمتون يعني ولا تتكلمون وتمنعون العلماء الآخرين من التكلم يعني، وتتركون عائلة الأسد والخمسة وستين ألف من الشبيحة يعذبون ويقتلون؟ إلى متى يعني؟ يعني ألا 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 تتوقعون أن يعني قريبا سوف تتغير الأمور، وأن الشعب لن يسكت، وسوف يقوم أهل دمشق وسوف يقوم أهل حلب؟ ويعني كيف تشجنون مئات الآلاف؟ لن تستطيعوا أن تشجنوا مئات الآلاف والملايين عندما تنزل في الشوارع، فبالنهاية سوف يعني يمسحكم مسح وسوف يخفوكم من على وجه الأرض. فيعني الذي لا يريد أن يبقى في سوريا ولا يستطيع أن يعيش في سوريا بدون أن يستمر الفساد معه، فلا يترك سوريا، لأن لن نسمح في سوريا أن يستمر الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.